صباح النور، مرحبا بكم. اليوم نتعرفوا على منافسي فرقنا التونسية في مجموعات المسابقات الإفريقية. القرعة تبدأ نورمالمون مع نص النهار في جنوب إفريقيا. عندنا الترجي، عندنا نجم الرياضي الساحلي في الشامبيونز ليج، وعندنا النادي الإفريقي في كأس الكاف. هذا بالنسبة للفرق التونسية بتكون موجودة اليوم في قرعة دور المجموعات شامبيونز ليج وكأس الكاف. نعطيكم التفاصيل بالنسبة لقرعة دوري أبطال إفريقيا. التصنيف الأول والثاني والثالث والرابع. التصنيف الأول فيه الأهلي، الوداد، البيضاوي المغربي، الترجي الرياضي التونسي، وسان داونز الجنوب إفريقي. التصنيف الثاني فيه شباب الوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيراميدز، وبيترو أتليتيكو الأنغولي. التصنيف الثالث فيه مازيمبي، فيها ساكا بيجون، فيه الهلال السوداني، ويانج أفريكانز التنزاني. والتصنيف الرابع فيه النجم الرياضي الساحلي، ميديامال غاني نواديبو من موريتانيا، وجالاكسي من بوتسوانا. بالنسبة لتصنيف فرق الكونفدرالية، نحكيه على تصنيف أول وثاني وثالث فقط نفهم الموضوع كيفاش. التصنيف الأول فيه الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، وريفرز النيجيري. والتصنيف الثاني فيه ديابل نوار من الكونغو، النادي الإفريقي، وفيه فيوتشر المصري، وساغرادا من أنغولا. التصنيف الثالث هو تصنيف موحد، فيه الملعب المالي، سوبر سبورت الجنوب إفريقي، سيخوخون من جنوب إفريقيا، الهلال الليبي، أبو سليم الليبي، أكاديميكا الأنغولي، وسوار الغيني معهم دريمس الغاني. هذا بالنسبة للتصنيف في الكونفدرالية الإفريقية دور المجموعات. القرعة نذكر نص نهار تبدأ بجنوب إفريقيا. مهاجم النجم الرياضي الساحلي يوسف العبدلي باش يرتاح لمدة 3 أسابيع بعد إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبل مواجهة الجيش الملكي الأسبوع اللي تعدى. إن شاء الله لاباس يوسف العبدلي. شال لباس زيد اليوس المنتصر التريكي متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي اللي بشرتاح المدة ما تقلش على 3 شهور بعد ما عمل البارحة عملية إثر إصابة بكسر على مستوى الكاحل في التمارين. شال لباس كما قلنا المنتصر التريكي. من جهة أخرى وإحنا نحكيه على الترجي، عدد الاشتراكات حسب آخر تحيين أعلنت عليه إدارة الفريق هو 9435 اشتراك لحدود البارح، بعد ما كان 8754 اشتراك الأسبوع اللي تعدى. النادي الرياضي الصفاقسي لعب البارح مقابله وديه ضد النصر الليبي في حمام سوسه، واحد بلاش للسي اس اس في المقابله هذه. نحكيه على ملعبيتنا خارج تونس، ملعبيتنا والمشاركات نتاع ملعبيتنا في الدوري المؤتمر. نحكيه على الكونفرنس ليج اللي تلعبت البارح في الجوله الثانيه نتاعها من المجموعات. في نارفاروش المجري تعادل مع فيورنتينا في ايطاليا 2-2. محمد علي بن رمضان لعب اساسي، عمل 65 دقيقه ممتازه وبعد خرجه المدرب، كان افضل لاعب في الفريق طوال الفتره اللي لعبها بن رمضان. عطى التمريره نتاع الهدف الاول، ضرب كره على بوتو، فريقه كان رابح 2-2 وكمل متعادل 2-2. لوغانو السويسري ربح خارج ميدانه قدام بيسكتاش، ربح في تركيا 3-2. محمد الحاج محمود كان احتياطي مقابلة كاملة. بالنسبة لمقابلة انترخت فرانكفورت، فريق الياس السخيري وباوك اليوناني، باوك يربح 2-1 في آخر لحظات في 90+2، كانت متعادلة النتيجة 1-1. في آخر لحظات باوك يماركي الهدف الثاني، هدف الانتصار. السخيري عدى مقابلة محترمة جدا مع فريقه الألماني، وكان قريب في وقت ما من تسجيل هدف العب كامل المقابلة البارح السخيري مع انترخت فرانكفورت. نكمل بالبولية، تصفيات الألعاب الأولمبية في الكرة الطائرة اليوم، مش اليوم قبيلة شوية نجم نقوله زادا، عملنا 5 هزيمة في 5 مقابلة لعبناها في التصفيات في طوكيو. منتخبنا خسر مرة أخرى اليوم، هزيمة أخرى كانت قدام مصر 3-2 على مستوى الأشواط، رغم اللي كنا ربحين 2-0، كنا متقدمين في نتيجة وانهيار تام بعد ما 2-2 في 3-2 في التايبريك. يرجع المنتخب المصري من بعيد يربحنا في مقابلة أخرى، وإحنا خسرنا مقابلة 5 اليوم. نذكر على التوالي هما 5 مقابلات لعبناهم، 5 خسرناهم. حلم الأولمبياد نجم نقوله في الكرة الطائرة يتبخر، ما فماش باريس في البولي في 2024، في انتظار مراجعة شاملة وكاملة للرياضة هذه من جميع ما. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع أمين وكامل الإكيب في أحلى صباح.